أهلا ومرحبا بكم من جديد، معكم يحيى فلال في الدرس الثالث من دورة الـ VFX، وهو يعتبر الدرس الأول من سلسلة المودلين التي سوف نقوم بنمذجة هذه الدراجة على برنامج سينما 4D. وقد قمنا باستخدام برنامج سينما 4D حتى يستطيع مستخدمي الماك متابعة هذه الدورة، بينما في الدروس القادمة سوف نستخدم برنامج 3DS Max. سوف نقوم بنمذجة هذه الدراجة لأننا نريد أن نتعلم مجموعة من الأدوات البسيطة والتي تمكننا من نمذجة مجموعة من المجسمات، حيث في سلاسل النمذجة القادمة سوف نقوم بنمذجة مجموعة من المجسمات الأكثر تعقيدا. دعنا نتجه مباشرة إلى برنامج سينما 4D. في الجزء الأول من هذه السلسلة سوف نتعلم كيف ننمذج هذا الجسم البسيط. أوكي. دعنا نتجه مباشرة إلى الرايت فيو هكذا، ثم نضغط من لوحة المفاتيح Alt V أو Option V لمستخدمي الماك، ثم هنا من Image أضغط على هذا الزر وأختار الريفرنس Image هكذا. يمكنني وضعها في مركز الفضاء هذا بتحريكها من هذا المكان هكذا، لاحظ لأن تصبح أمام الخط الأخضر الموجود هنا، وهكذا إلى أن تصبح فوق الخط الأزرق هكذا. ثم نتجه مباشرة من قائمة Create Object أو من الأوبجكتس الموجودة هنا، وهي نفسها الموجودة داخل هذه القائمة هنا، ونختار سيلندر. هذه هي السيلندر. هنا تظهر معي مباشرة إعدادات هذا الأوبجكت. لدينا هنا يعني أراها في البرسبكتيف فيو، لدينا هنا الراديوس، لاحظ أنني أقوم بتغيير شعاع الدائرة، يعني أضع هنا 8. لدينا هنا الهايت وهو ارتفاع هذه السلندر، ولدينا هنا الهايت سيجمنت، يعني أقوم بإظهار الديسبلاي من هنا وتر اللاينز هكذا. عندما أقوم بإظهار الهايت سيجمنت ألاحظ أن تظهر معي سيجمنت في الارتفاع، ولدينا هنا Rotation Segments وهي Segments التي تكون الروتيشن، لاحظ معي. أوكي، دعني أضع هنا 6. أوكي، مباشرة من Right View هكذا أخذ هذه السيركل، أذهب إلى أداة الروتيشن أو أضغط على زر R من لوحة المفاتيح هكذا، قم بعمل Rotate لهذه السلندر وأقوم بتحريكها إلى هذا المكان. أضغط S من لوحة المفاتيح حتى أقوم بعمل زوم على الأوبجكت هكذا. أضغط Ctrl وأضغط على الأوبجكت هنا وأسحبه إلى الأعلى فأحصل على نسخة أخرى، أو أضغط Ctrl C Ctrl V أو Command C Command V لمستخدمي الماك هكذا. أعمل Rotation للسلندر الجديد، ثم أقوم بتحريكه إلى هذا المكان هكذا. هنا يمكنني من الضغط على هذه النقطة الموجودة هنا بالتغيير الهايت أو الذهاب إلى إعداداتي والرفع في الهايت هكذا. أيضا يمكنني أخذ نسخة أخرى من هذه السلندر هكذا وتغيير مكانها إلى هنا
وأقوم بتغيير الهايت هكذا. ثم أخذ نسخة أخرى أيضا من هذا السلندر، قم بتحريكها إلى هنا، أرفع الهايت بالضغط على هذه النقطة كذا، يعني أعود إلى هذا السلندر وأخفض الهايت قليلا، أعود إلى السلندر الجديد هكذا، أرفع الهايت من هذه النقطة هكذا. هكذا هنا ألاحظ أن الراديوس سوف يكون أقل ليكون 6 على سبيل المثال هكذا. أرفعها قليلا هكذا. أوكي دعني نلاحظ ماذا لدينا هنا. أوكي. أخذ السلندرز التي قمت بإنشائها الآن هذه، يعني أذهب إلى البرسبكتيف فيو لأرى ماذا لدي. أوكي. هنا البوليغونز، فلو قمت أو لو أردت تحديد البوليغونز فلا يمكنني تحديد أي من البوليغونز. لماذا؟ لأني لم أقم بعد بتغيير الأوبجكتس هذه إلى Make Editable Objects، ولتغييرها إلى Make Editable Objects مباشرة أضغط على هذا الزر أو أضغط على C من لوحة المفاتيح هكذا، فأجد أنه أصبح بإمكاني تحديد البوليغونز أو الإيدجز أو البوينتس. أوكي دعني أقوم بدمج هذه السلندرز في أوبجكت واحد، وذلك بالضغط بعد تحديدها، وذلك بعد تحديدها أقوم بالضغط على يمين الفأرة، ثم أتجه مباشرة إلى Connect Objects Place Delete هكذا، فتصبح معي شكلا واحدا. مباشرة أتجه إلى Right View هكذا، ثم أضغط على يمين، بعدما أحدد الشكل أضغط على يمين الفأرة وأختار Loop Path Cut هكذا، وأضيف Lines هنا على شكل Loop وLines هنا أيضا، ثم Lines هنا وLines هنا، ونفس الشيء أقوم بعمله هنا. دعني أختار الـ Points وأختار الـ Rectangle Selection هكذا، وأقوم بتحديد الـ Points هذه وأسحبها هنا، ثم أقوم بتحديد هذه الـ Points هنا أسحبها هكذا. هكذا نفس الشيء سأقوم به هنا الآن، أخذ هذه الـ Points هكذا، أسحبها هكذا، وهذه الـ Points أيضا. دعني أقوم بتحديد الـ Points الموجودة هنا وأرفعها قليلا إلى هنا، ونفس الشيء أقوم به هنا أيضا. أختار الـ Points هذه وأقوم بسحبها هكذا. هكذا ثم أذهب إلى الـ Perspective View وأقوم باختيار الـ Polygons وأقوم بتحديد الـ Polygons هكذا وأحذفها، أقوم بتحديد هذه الـ Polygons هكذا
وأقوم بحذفها. أيضا نفس الشيء سأقوم به هنا بوليغون. هكذا نفس الشيء سأقوم به هنا عفوا، لأن أداة الريكتانجل بوليغونز هذه تقوم بتحديد البوليغون الموجود بكامل داخل الريكتانجل التي قمت برسمه. هكذا لاحظ أنه فقط قام بتحديد البوليغونز الموجودة في الأسفل. أيضا هنا وهنا نفس الشيء سأقوم بعمله هنا. بعد هذا أختار أداة Live Selection من هنا وأقوم بإزالة البوليغون هذه، أضغط Shift وعفوا لاحظ أنه عندما قمت بالضغط على هذا البوليغون قام باختيار بوليغون آخر. لماذا هذا؟ لأني لم أفعل أداة Only Select Visible Elements، وهذه الأداة الثانية أنه قم بتحديد الـ Objects أو الـ Elements الموجودة أمامي التي أراها فقط. عندما أقوم بتفعيل هذه الأداة فقط سوف يقوم بتحديد الـ Elements الموجودة أمامي ولن يقوم بتحديد Element يوجد في الخلف. هكذا أضغط على Shift من لوحة المفاتيح وأقوم بتحديد البوليغون الآخر. هكذا نفس الشيء سأقوم به هنا. سأقوم بتحديد هذا البوليغون وهذا وأيضا البوليغون هذا. أضغط على Shift. في حالة إذا ما قمت بتحديد بعض البوليغونز التي لا أرغب بها أضغط على Control أو Command من لوحة المفاتيح وأقوم بإزالتها. هكذا ثم أضغط على Control وأزيل هذه البوليغونز. بعدما قمت بإزالة البوليغونز التي من خلالها سوف أقوم بربط المجسم، سوف أتجه مباشرة إلى الـ Edges هكذا وأضغط على يمين الفارة وأختار الـ Bridge هنا، ثم أقوم بربط هذا الـ Edge بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا وهكذا هنا أيضا. وهكذا إلى أن أنتهي من ربط باقي الجسم. أوكي، بعدما انتهينا من ربط هذه المجسمات، أعتقد أني نسيت ربط هذه. أوكي، بعدما انتهينا من ربط هذه السيلندرز فيما بينها، نريد عمل سيلندر آخر هنا وربط السيلندر هذه وهذه مع السيلندر التي سوف نضيفه. كيف سوف نقوم بعمل هذا؟ دعني أضيف سيلندر هكذا، أخذ هذا السيلندر أعمل له روتيت من هنا مباشرة 90 درجة هكذا، أسحبه إلى هنا، أعود إلى الفيوز حتى أستطيع التحكم في مكانه هنا.
ثم من هذا الفيو أيضا سوف أضعه هكذا، ومن هذا الفيو ثاني أعيده إلى المنتصف هنا. جميل جدا. من إعدادات السلندر أقوم بتغيير الراديوس الخاص بها، وأقوم بتغيير الهايت الخاص بها هكذا، يعني أقوم بإعادة الخط الأحمر هذا حتى يصبح مع الخط الأخضر كي تصبح في منتصف الشكل هكذا، واحد أزرق مع الخط الأزرق أيضا هكذا، ثم أعود إلى 3D view هكذا، الـ perspective view عفوا هكذا. دعني أقوم بإزالة بعض من الـ rotation segments هكذا، ولتكون على سبيل المثال 9 هكذا، ثم دعني أقوم بتغيير هذه السلندر إلى Make Editable Poly بالضغط على زر C من لوحة التحكم، ثم أقوم بعمل Select للأوبجكت الموجود عندي سابقا والسلندر الجديد، وأضغط على يمين الفارة وأقوم بالضغط على Connect Object and Delete هكذا، ثم أختار البوينت وأختار أداة الريكتانجل سيلكت هكذا، أختار البوينت هذه وأقوم بسحبها هنا، وأيضا أختار البوينت هذه عفوا أختار البوينت هذه أيضا وأقوم بسحبها إلى هنا. هكذا أقوم بتحديد البوليغونز الموجودة هنا هكذا، أضغط على الشيفت وأختار هذه، ثم أضغط على ديليت من لوحة المفاتيح، ثم مباشرة نقوم بربط هذه الايدجز فيما بينها. بعد هذا مباشرة اتجه الى البوليغونز واختار اداة اللايف سيليكشن اوكي، واقوم بعمل سيليكت للبوليغونز الموجودة هنا والموجودة هنا، أو يمكن مباشرة الذهاب من هنا واختيار أداة Live Selection والذهاب إلى إعداداتها وإزالة التحديد على Only Select Visible Elements هكذا، وأختار البوليغونز الموجودة هنا، فأجد مباشرة أن تم تحديد البوليغونز الموجودة هنا وهنا، ثم مباشرة أقوم بعمل إكسترود بسيط إلى الأمام بالضغط على يمين الفأرة واختيار إكسترود، ثم قم بالضغط على يمين الفأرة واختار إكسترود إنر هكذا قليلا، ثم هكذا قليلا، ثم إكسترود إلى الداخل، ثم إكسترود هكذا، ثم إكسترود آخر إلى الداخل هكذا، وأقوم بعمل ديليت أوكي. بعد هذا مباشرة أريد أن أضيف بعض الميشز إلى المجسم هذا بالضغط على Subdivision Surface هكذا، ثم سحب هذا المجسم وجعله داخل Subdivision Surface هكذا، فيصبح معي الشكل بهذه الطريقة. يمكن أن أقوم برفع Subdivision هنا، و أنتبه أنه كلما قمت برفع
subdivision editor يجب أن أقوم برفع subdivision render حتى يظهر معي نفس الشكل الموجود هنا في الريندر. وبهذا نكون انتهينا من الدرس الأول من سلسلة الموديلين والتي سوف نستخدم فيها برنامج سينما 4D. كان معكم يحيى فلال وإلى الدرس القادم.